الأخبار بقناة فيلم رابطون وتتابعونا فيها. الجمعية الوطنية تصادق على اتفاق التعاون بين موريتانيا والسنغال في مجال تطوير واستغلال حقل الغاز المشترك بينهما. وزير الشؤون الخارجية والتعاون يشارك في أعمال مؤتمر للاتحادين الأوروبي والإفريقي منعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمقاعد البرلمانية لنواب الخارج. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق نواب الجمعية الوطنية على اتفاق التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال في مجال تطوير واستغلال حقل حميم الكبير للغاز المشترك بينهما. وكانت موريتانيا والسنغال قد وقعتا نهاية العام 2018 بالعاصمة نواكشوط على الاتفاقية النهائية لاستغلال حقل الغاز المشترك بينهما. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. البرلمان الموريتاني يوافق بالإجماع على مشروع قانون اتفاق التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي أحميم الكبير. ويحدد هذا الاتفاق إطار التعاون بين موريتانيا والسنغال وصلاحيات الوزراء المكلفين بالمحروقات في البلدين وتقاسم تكاليف الإنتاج في الحقل، وكذلك النظام الضريبي لمنطقة حقل أحميم الكبير. كما ينص الاتفاق على تطوير المحتوى المحلي وتزويد الأسواق المحلية بالغاز وتطبيق عقود البترول ومبدأ السيادة الكاملة لكل دولة، وكذلك تشكيل اللجنة المكلفة بتنفيذ ومتابعة الاتفاق. واعتبر بعض النواب أن أنموذج الاتفاق الثنائي حول استغلال حقل أحميم راعى كل الجوانب المهمة في مثل هذه الاتفاقيات، متسائلين في الوقت ذاته عن جانب تكوين وتطوير العمالة الوطنية من أجل ولوج مجال الغاز. تغذية مواردنا المالية، كذلك لا يتوفر الغاز وهذا عنده انعكاس على الطبيعة، وأنه تم استخدام هاي نموذج الاتفاقية، نموذج دولي هو 50% 50%. أحسن النماذج لاستغلال هذا النوع من الحقول هو هذا النموذج اللي معدل، بالتالي شاكرينكم عليه. أنا فقط عندي توصية، لأن هذا الغاز يتطلب خبرات وطنية، وأن يلا نعدلوا معاهد. والله شنو هو خطتكم بين هون و 2021؟ إياك يعود كادرنا البشري مكون، طبعا سمعنا أن السنغال بدأت تعدل مراكز وكذا شيء. ودعا بعض النواب من خلال مداخلاتهم إلى مراعاة الجوانب القانونية في هذا الاتفاق من خلال إشراك القانونيين الموريتانيين واستشارتهم في صياغة مشاريع القوانين. وين الخبرة القانونية الوطنية؟ أنا عندي من المعلومات عن منين كان لينطلق هذه الشركة اللي معدلة هون للغاز لمولى الإمارات حسب علمي، وطلبت أبل دوفر على المستوى الدولي يقر، وفرض عليهم على يعود في مكتب محاماة وطني يعود يشتغل مع ذاك المكتب الدولي للمحاماة. هذا شاك عني، ما شفتم اللي بهاي الاتفاقية، وبالتالي الخبرة الوطنية ما هو إلا في مجال الهندسة ولا مجالات أخرى، الخبرة من القانونية الوطنية. وفي ردوده على أسئلة النواب قال وزير النفط والطاقة والمعادن أن الاتفاق الثنائي نص على استفادة البلدين من حقل أحميم في فترة وشيزة. مراحل الانتاج اللي يمر بها هذا الحقل له ملي قابل بعين الاعتبار على الدولتين على انهم فتره فتره وجيزه فاقصر مده ممكنه يستفادوا الدولتين من 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 فوائد هذا الحقل له، وبالتالي تطويره لا يعود لمراحل، على ثلاث مراحل. المرحله الاولى ان شاء الله سنه نهايه سنه 2021 سنه 2022 بدايه سنه 2022 ولا يعود 2.5 مليون طن للسنة. وقد شهدت جلسة النقاش مشادات كلامية حول تقييد المداخلات بالموضوع دون الخروج عليه، كما شهدت الجلسة غياب عدد من النواب فيما حضر بعضهم وقت التصويت فقط. ذمن أغلب النواب محتوى الاتفاقية الثنائية بين موريتانيا والسنغال حول استغلال حقل أحميم الكبير للغاز، فيما أكد آخرون على أهمية التقسيم العادل لهذه الثروة المرتقبة تفاديا لما حدث لثروات أخرى
وكان الرئيسان الموريتاني والسنغالي قد وقعا في العاصمة نواكشوط نهاية العام المنصرم على الاتفاقية النهائية لاستغلال حقل أحميم الكبير للغاز الواقع بين حدود البلدين في ظل إشادة بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال في المرحلة الحالية. محمد ناشي، قناة المرابطون، نواكشوط. قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح إن عقد الاتفاق الموقع بين موريتانيا والسنغال في مجال استكشاف حقل الغاز المشترك يعتبر من أحسن عقود الشراكة بين دولتين في هذا المجال. أضاف عبد الفتاح في حديث له أمام البرلمان أن وضع الاتفاق استغرق عامين من العمل المشترك بين فرق موريتانية وسنغالية. ذكروا بعض النواب المقرون قبيل أن تم اقتباس شقاط تخليق بين النرويج والمملكة المتحدة. بالفعل يا غير في النهاية ذا العقد اللي هو ما اقتبسش من 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 ذوك المبادئ، يا غير جاء مطري بعض الأمور اللي لأول مرة تخلق ونتاج ذو الفرق اللي من موريتانيا ومن جمهورية السنغال واللي وضعوهم وانطلقوا من عنهم واقعهم هم اللي يسبقوا بدل من رواية جايتهم من الخارج وضل ما يقولهم عنها هي الصالحة. والفرق اللي عكفت على فرق وطنية من جميع المجالات اللي عانيها معنية بالنوع من الاكتشافات، أعني وزارة البيئة والصيد والخارجية والدفاع والبنك المركزي وطبعا الوزارة المعنية مباشرة اللي هي وزارة الطاقة، وفوتوا سنتين يشتغلوا على هذا المشاريع لهما واشتغلوا مع زملائهم السنغاليين ووصلوا في النهاية المسودة تعتبر من 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 أحسن حالا من أحسن العقود شراكة بين دولتين في المجال. حذر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد المختار والزامل من عدم التوازن في توزيع الثروة، ودعا والزامل خلال مداخلة له أمام الجمعية الوطنية إلى وضع خطة تكوين لصالح الأطر الموريتانية التي ستعمل في مجال الغاز المستكشف بين موريتانيا والسنغال. البترول فيها والغاز مسمين، ولكن جاو البلاد ما عاد فيها حرب أهلية، واللي سببها عدم التوازن في توزيع الثروة واستعمالها. يخدم الحال اللي نسيروا البترول تسيير واضح ولا يخبل علينا ولا يطلع في روسنا. المسألة الثانية نختار نقول هو على انه احنا فاصلين هاي الثروة. الطريق اللي راح نعملوها فيها مهمة. ونوصي هون ان نعدلوا خطة التكوين عاتبات وعدلت اياك الاطور الموريتانية تشتغل في هذه الشركة اللي هي وتعود ساكة وعارفين ان الواحدين في شنهم ويقدروا يستعملوا في ميادين اخرى الى خلق اكتشافات اخرى. وكذلك سوتريتان والتعاون مع الشركة يعودوا شركة الموريتاني والموريتاني حاضرين بهم يا غير ملي صفة متوازنة فيما بينهم. قال النائب البرلماني والمعارض رئيس حزب الصواب عبد السلام الحرمة أن العشرية الأخيرة اكتشفت فيها الكثير من الثروات الباطنية لكن إدارتها اتسمت بالغموض. ودعا الحرمة في مداخلة له أمام البرلمان إلى تحديد عمق وحدود حقل أحميم في قوانين يتم وضعها الآن، مضيفا أنه لا ينبغي الانتظار بذلك ووضع مراسيم لاحقة. عندي ملاحظة أولية على قضية الثروات هذه العشرية الماضية. شايف ياس من الثروات الباطنية اللي لا حد لها، واتسمت بسمة عامة أنها إدارتها كانت غامضة وبعيدة من الشفافية، وكل ما صدر عنها كانت خاضعة لمعايير فساد ومحسوبية وغموض وهدر ثروات البلاد. وطالب من جديد من الجمعية الوطنية أن هذه القضية تركز عليها الثروات الماضية ما هي الثروة اللي شاهدين أخبارها الآن. هذا اللي قال له حقل تورتي في دباجته وحدد ان اللي متعلق بالاعماق انه لا يتحدى اتفاقيات جايه، ومعروف ان هذا قباله هو بل التفاصيل
عمق الحقل وحدوده. هذه مسألة ما يلا تخلي المراسيم يلا تحدد في القوانين من الآن، ولا قط مدى تكر على ثقة جار ولا صداقته ولا حسن نيته. الثروة والجانب اللي يتعلق بالأمن قضية واحدة مرتبطة، وبالتالي يلا القضية يحدد في القانون، وهو إن شاء الله في الديباجة أنها متروكة المراسيم لا يتحدد لاحقا. شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل الشاه أحمد في أعمال مؤتمر بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي انعقد يومي 21 و22 من شهر يناير الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وقد بحث المؤتمر أوضاع الأمن والسلم بالقارة الإفريقية وكذا العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي وسبل تعزيزها. أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالمقاعد النيابية الأربعة المخصصة لممثلي الجاليات الموريتانية بالخارج. وقد قاطع النواب المنضوون تحت لواء الائتلاف الانتخابي المعارض للانتخابات ووصفوها بالمخالفة للدستور. التفاصيل في هذا التقرير. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تعلن نتائج انتخابات نواب الخارج وفوز الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في دائرة آسيا ب 106 أصوات من أصل 112 معبر عنها، وفوزه في أوروبا ب 107 أصوات من أصل 113 صوتا معبرا عنه، وذهبت الأصوات المتبقية في الدائرتين إلى الحياد. وفي إفريقيا حصل الحزب الحاكم على 103 وحزب الإصلاح على 9 أصوات وحزب الحضارة على صوتين، وصوت نائب واحد بالحياد. وفي أمريكا كرر الحزب الحاكم أيضا فوزه الكبير ب 107 أصوات وحصل حزب الإصلاح على 6 أصوات. ونظمت انتخابات نواب الخارج يوم الاثنين بمقر الجمعية الوطنية، وبلغ عدد المسجلين فيها 153 نائبا، هم مجموع نواب الجمعية الوطنية شارك منهم 116. ويرى تحالف انتخابي معارض قاطع عملية التصويت أن العملية مخالفة للدستور الذي تنص المادة 47 منه على أن انتخاب نواب الجمعية الوطنية يكون بالاقتراع العام المباشر. أما الأحزاب المشاركة في الانتخابات فاعتبرت أن موقف المعارضة اتسم بالمزايدة والتضخيم، وأكدت أن المجلس الدستوري رفض في السابق طعنا في القانون النظامي على أساس أن الجمعية الوطنية هيئة ناخبة في حالة نواب الخارج. وبالإعلان عن نتائج نواب الخارج يكسب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم 4 نواب جدد بعد كسبه في السابق نوابا آخرين انضمت أحزابهم إليه عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، منها حزب الوئام المعارض سابقا والذي شغل رئيسه منصب النائب الأول لرئيس البرلمان عن الحزب الحاكم، وحزب الشورى الذي التحق أحد نائبيه بالحزب بكذلك. هذا وقد وصل عدد المسجلين في الانتخابات التي أجريت الاثنين 153 نائبا، ووصل عدد المصوتين 115، وبلغت الأصوات اللاغية 3 بطاقات والمحايدة 6 أصوات. أولا توزيع الأصوات في دائرة آسيا، عدد الناخبين المسجلين 153، عدد المصوتين 115، الأصوات اللاغية 3، الأصوات المعبر عنها 112، الأصوات المحايدة 6، الاتحاد من أجل الجمهورية 106 أصوات. في دائرة أوروبا عدد الناخبين المسجلين 153، عدد المصوتين 114، الأصوات اللاغية 1، الأصوات المعبر عنها 113، الأصوات المحايدة 6، الاتحاد من أجل الجمهورية 107. في دائرة إفريقيا عدد الناخبين المسجلين 153،
عدد المصوتين 115، الأصوات اللاغية 0، الأصوات المعبر عنها 115، الأصوات المحايدة 1، الاتحاد من أجل الجمهورية 103، حزب الإصلاح 9، حزب الحضارة والتنمية 2. في دائرة أمريكا عدد الناخبين المسجلين 153، عدد المصوتين 116، الأصوات اللاغية 1، الأصوات المعبر عنها 115، الأصوات المحايدة 2، الاتحاد من أجل الجمهورية 107، حزب الإصلاح 6. ثانيا، اللوائح الفائزة: فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمقاعد النيابية 4. دشن في مقاطعة تجنين بالعاصمة نواكشوط مركز صحي يحمل اسم مركز المنارة، ويقول القائمون عليه إنه يتوفر على مختلف التخصصات الطبية ويسعى إلى تقديم خدمات صحية بأسعار مناسبة لطبقات الهشة من ساكنة المدينة. وبحكم التخصص والاهتمام وانطلاقا من قناعتنا بضرورة التحول من منطق الزائر الباحث عن الربح إلى المقيم المستشعر لحجم المسؤولية اتجاه المجتمع والدولة، فقد رأينا أنه من الواجب الأخلاقي وتكميلا للجهود الرسمية القيام بمساهمة ولو رمزية اتجاه المحيط الذي نعيش فيه، ونستثمر من خلال إنشاء مركز صحي يتوفر على التخصصات المطلوبة ويوفر الخدمات للآلاف من سكان مقاطعتنا الحبيبة ويستجيب لحاجيات الفقراء عبر توفير الخدمة الصحية بأسعار رمزية مع المحافظة على الجودة والنظافة والسرعة والتعامل مع أهل الخبرة والاختصاص. ونحن إذ نعرب عن ارتياحنا لحضوركم اليوم وتشريفكم لنا بافتتاح المركز والاطلاع عليه، نعرب عن تمسكنا بالتعاون مع المصالح التنموية المختصة والجهات الإدارية والاستعداد الدائم لتطوير المركز وتعزيز حضوره في المقاطعة، مع التطلع على تعاون مثمر مع القطاع الوصي والشركاء. في ذات السياق، قال عمدة بلدية تجنين محمد الأمين السيد المختار إن الحاجة قائمة إلى وجود مراكز صحية بالمقاطعة التي وصف نسبة الفقر والهشاشة فيها بالمرتفعة. فعبر السيد المختار عن تطلعه إلى أن يكون المركز الصحي الجديد رافدا يعزز المنظومة الصحية بالمقاطعة ويساعد في تخفيف الآلام وتوفير الخدمات الصحية. حضورنا الكريم، في البداية وباسم سكان بلدية تجنين أشكر القائمين على هذه المبادرة وعلى هذا العمل وعلى هذا الجهد الذي نحتاج مثله وأمثاله في هذه المقاطعة المترامية الأطراف عالية الكثافة السكانية التي ترتفع فيها نسبة الفقر والهشاشة والتي تبعد مسافة كبيرة عن المراكز الصحية الكبيرة في العاصمة. إذن فهو مجهود يذكر فيشكر، وبهذه المناسبة وباسم سكان هذه البلدية بلدية جنين أشكر القائمين على هذه المبادرة، ونتطلع إن شاء الله إلى أن يكون هذا المركز رافدا جديدا يعزز المنظومة الصحية في هذه المقاطعة ويساعد في تخفيف الآلام وتوفير خدمات صحية. وأعلن على بركة الله انطلاق هذا المركز الصحي. إقليميا، قطع رئيس زيمبابوي المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وعاد إلى البلاد حيث اندلعت فيها منذ أيام احتجاجات عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى مئات المعتقلين. وكانت الاحتجاجات قد خرجت في مدن مختلفة من البلاد رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 150%. نتابع تفاصيل أوفا ضمن هذا التقرير. الرئيس زيمبابوي إيمرسون مننغاغوا يقطع مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ويعود إلى البلاد ليعلن عن حوار وطني بين الساسة ورجال الدين والفاعلين الاجتماعيين وحكومته من أجل تجاوز الأزمة التي تعيشها زيمبابوي منذ أيام. فقد خرجت مظاهرات كبيرة بعدد من المدن بينها العاصمة هيراري رفضا لقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة 150%. وقد استخدمت قوات حفظ النظام الرصاص الحي في فض المظاهرات وسقط العشرات بين قتيل وجريح،
إضافة إلى اعتقال مئات آخرين. واعتبر المحتجون أن إيمرسون بدل العمل من أجل إنعاش الأوضاع الاقتصادية في البلاد عمد إلى زيادة الأسعار داعين الحكومة إلى التراجع عن ذلك. وقد أعلن مننغاغوا أن قوات حفظ النظام ستخضع للعقاب في حال ثبوت حالات الانتهاك التي ارتكبت في حق المتظاهرين. وكان مننغاغوا قد انتخب رئيسا لزيمبابوي في الجولة الأولى خلال انتخابات أغسطس الرئاسية الماضية، وقبلها كان قد قاد البلاد لفترة انتقالية بعد تنحي روبرت موغابي الذي ظل يحكم البلاد منذ استقلالها عام 80-900 ألف. وقد تعهد مننغاغوا الذي أعلن الحزب الوطني الزيمبابوي الإفريقي الحاكم في البلاد ترشيحه لولاية ثانية خلال 2023، قد تعهد بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان الذين يعيش أزيد من نصفهم تحت خط الفقر. وتعاني البلاد أوضاعا اقتصادية توصف بالصعبة، وكان الرئيس قد أعلن أنه سيركز على جلب الاستثمارات الخارجية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد. مغاربيا، تبادلت روما وباريس الاتهامات بشأن القضية الليبية، وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع بليبيا بسبب مصالحها في البلاد. من جانب آخر، استدعت فرنسا السفيرة الإيطالية لديها على خلفية تصريحات سابقة لمسؤول إيطالي حول ذات الموضوع. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. تبادل الاتهامات بين فرنسا وإيطاليا بشأن عدم الجد في حل القضية الليبية المتفاقمة منذ سنوات سياسيا وأمنية. نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني اتهم الثلاثاء فرنسا بأنها لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف، وذلك بسبب مصالحها في قطاع الطاقة. قال سالفيني إن فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا. ويأتي التصريح الذي يعد آخر تطورات توتر بين فرنسا وإيطاليا، وصفه صحفيون ليبيون بأنه صراع مصالح، بعد استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين السفيرة الإيطالية لدى باريس تيريزاي كاستالدو على خلفية تصريحات سابقة لمسؤول إيطالي آخر. وهدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير التنمية الاقتصادية لويجي دي مايو في تصريحات الأحد الماضي بأن حزبه سيقترح إجراءات جزائية ضد الدول التي لا تغادر إفريقيا وتواصل استعمارها. واعتبر المسؤول الإيطالي أن فرنسا من بين تلك الدول الاستعمارية، ولا تزال تسك عملتها المعدنية الفرنك الاستعماري في عشرات الدول الإفريقية، وتمول ديونها الخارجية من خلال استغلال هذه الدول وفق تصريحات المسؤول نفسه. سبق لفرنسا وإيطاليا أن استضافتا اجتماعات للفرقاء الليبيين، حيث استضافت باريس يوليو 2017 قائد الجيش ورئيس الحكومة في اللقاء الأهم لهما إلى غاية تلك اللحظة. وأعادت باريس استضافة القائدين الليبيين في اجتماع أكثر توسعا ضم إلى جانبهما رئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. واتفق المجتمعون على توحيد المؤسستين المالية والعسكرية وإجراء انتخابات قبل نهاية العام. وأثارت الاجتماعات المتتالية حفيظة الإيطاليين مستعمري ليبيا السابقين، واستضافت باليرمو اجتماعا للفرقاء الليبيين، لكن نتائج أي من الاجتماعات لم تصل أرض الواقع، فلم تنظم الانتخابات حتى الآن، ولم تتحد المؤسسة العسكرية ولا المالية، وما زال الوضع الأمني في اضطراب. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الجمعية الوطنية تصادق على اتفاق التعاون بين موريتانيا والسنغال في مجال تطوير واستغلال حقل الغاز المشترك بينهما. وزير الشؤون الخارجية والتعاون يشارك في أعمال مؤتمر للاتحادين الأوروبي والإفريقي منعقد من العاصمة البلجيكية في بروكسل. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمقاعد البرلمانية لنواب الخارج.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على فيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.